ليش رضاءة كذي؟ كذي. هلا والله، شو اخبارك؟ أبا شو حالك؟ والله تمام. شو اخبارك انت؟ طيبه. الحمد لله تمام. تدري ليش طلبت القست؟ أيوة لان ذا الاسم اللي فوق يد عم ماجد مو عندك. تعالي جوله، اقسم بالله العظيم لا اخذك رايح جاي باذن الله. باذن الله انا حلفت، مع اني انا ما اعلم الغيب، ولكن بكمي ميثا. شكرا، انا بكمي. ايش معناها هذه؟ ترى انا كنت جبت العيد. جايز كبسوا شباب، كبسوا كبسوا. انا لا يكون سبيتك بالغلط، ما دريت اصلا، مش ما اعرف. ابا قلبك يا ميثا والله. جايز جايز كبسوا 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 كبسوا. ما باركتي لي اليوم. شفت اليوم، شفت اليوم وانا اهزم الخصم افوز عليه وتاهل للجوله القادمه. يا الله يا رب اني اقابلك. التحدي كان اليوم؟ ايه يا رب اني اقابلك عشان انتقم منك. ما يصير انا وانت نتقابل، لان انا وانت نفس المشرفه. خبز اللبناني. شكرا. جايز طيب اسمعي اسمعي، شلون ليه ما اقدر اقابلك؟ يعني نفس المشرف ما اقدر اقابلك؟ أكيد في ذمتك والله. إيه بس يمديني أقابل سويدة. سويدة مشرفة غير. بس لا أكيد. لا والله ما أبي أقابل سويدة في رجعته ذي. والله العظيم لو يصير ضدي إني لا أنسحب والله. صح أنا لحظة دغدغني هذا؟ هو يمحطني دايم، يصفقني دايم قبل القطعة، الحين بعد القطعة والناس متحمسين معاه تبيني ألعب معاه. والله ما ألعب، والله ما ألعب. وشو؟ كان مع دغدغني على اساس صح؟ اي دغدغني اصلا، كلمني مكالمه قال لي اني انا بنسحب عشان ناصر. ترى شباب عرفتوا دغدغني، اتوقع ان اكثركم يعرفونه. والله العظيم تخيلوا انسحب من البطوله عشان قعيد. والله ونعم الرجال. جايز ناقه ناقه جمل ناقه 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 تقفل الدبل. فاطر 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 يقفل الدبل. عاد انتم بصركم قاعد حد يطنش ناقه ناقه. عيال الناقه يا عيال لا تفشلونا. اخ العيال قفلت قفلتيه قفلتيه. جي جي وتعيد. ثانك يو سو ماتش. رب جعلني مذوق فرقه، اللهم من عيوب الله وبعيف العافية ماني بعايفها. الخبز اللبناني وهلا والله. عيال الدبل الدبل ليش ما صار؟ أنا جاء عندي دبل. عيال دبل ليش أنا ما صار عندي مع أنه طرشها؟ سباب الدبل دبل لا يروح علينا. بجران يا عمري بجران الوين لا يروح. أخو العيال توني أفكر في الوين. ثمانية تميم تبه القطر والله. وسعيد شكرا يا الربع. ممكن أفهم ليش ما انحسب؟ طرشنا اليوم. التيك توك يحبني عشان يمكن فايز في التحدي وكذا. مليونين نقطة تخيلي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يضرنا. متى فزتي أنتي؟ أمس. أسألك بالله والله ما دريت. سلطان والله ما دريت ولا من عيني هذه قبل هذه يا ميثا والله. قصري أنا يا بعد رأسي أقسم بالله. جايز يا الربع أنت دائما تهوشيني أسلوبك معي زك سعادة أعزس والله. حرام عليك، انا وين ازعق عليك؟ دايما تزعقين علي مع هذاك كتكوت نونو. ليش أيوة. اصارف عليك وهذاك نونو ولا مو بنونو؟ سلطان يا سلطان. منو هذا سلطان الله يهديه؟ ثانك يو سو ماتش. اقول لك اعطوه نايت ذا خلوه يرقد. هلا والله انت نونو. يعني كيف اقول لك انت ولدي الصغير. الدنيا قبل يومين كنت اخوك صار. قالوا ليش تقولين اخوك اخوك؟ خلاص قلنا ولدي. والله والله شوف ترى صدق صدق اسمعوا تعالوا اصبروا تعالوا تعالوا تعالوا
يا اللي تغلطون على ميثا ومطلعين ترند ضدها وذا، ترى والله انها كويسه قسم بالله، حرام عليكم يا اخي. معناه هي ما همها اصلا، هي ما همها، انا ادري شباب جحلو، هي ما همها انا ادري، بس اقصد يعني انها تراها كويسه يا اخي، قلبها طيب. نانا ام الحاله راح الون، ترى هو تكبير صح؟ انت تكبير؟ ثمان ونات راحت كانها الحمد لله راحت يا رب. ذيابه. حب كبير، شكرا جزيلا ابو تميم، ابو سعيد، كل الداعمين مخبسين، وطيرنا الونات وشيل عليه. شكرا لبى قلبك يا الخبز اللبناني. جهز البصل، جهز وشو؟ البصل، البصل اما بصل عاد يدعم نفسي؟ لا طبعا مليون نقطة معي، على اساس قلت بتاخذني رايح جاي معي مليون نقطة ادعم نفسي. يلا ما سحب ذي، ما اقدر ابدل حق التحدي اليوم، ادعم نفسي. ادعم، بشوف بتدعم عمرك ولا انا بدعم عمري؟ لا انت بتدعمين عمرت؟ يلا انت كيف تتجرئين اصلا تحكمين علي وانا لابس الزي الاماراتي؟ كيف؟ اقول لا لا تسوي لي افلام هنديه الحين. اه طيب انت يعني تبي، انت كركم. يعني تبين انت شباب كبسوا بالله وروها التكبيس. كركم وشو؟ كركم من الكركم؟ كركم كركم، ما عندكم كركم في البيت؟ اه قصدك يعني حكم؟ ايوه انت ما انت فايزه اصلا، قالها الله ما تفوزي، انا عندي عندي حاسه سادسه انك انت ما انت فايزه، احساس عندي احساس. لا اقسم بالله البنات يا اخي ما بقول احكام، لا 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 عندي لك احكام. ايه غلطه شلون؟ عندي لك احكام، قالها الله ما انت فايزه، عندي احساس. شباب الدبل جايز 75 ورده جايز، شباب هذه ترى من زمان ما شغلتها، لا تروح هيبتها الاغنيه. ميثا يا اخي تكثر المتعه، جيبون جيبون احد غير ميثا والله صدق. الدبل يا بنات، نينا ولا اللي قبل شوي تكبيس نفوز عليهم، حتى حتى نسولف ناخذ راحتنا. الدبل 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 يا عمري يا سبيعي بنت دبي، هلا والله بنت دبي، هلا والله. شباب الدبل الدبل يروح، الله يستر من ذا اللي عنده اللي اسمه سلطان ده، الله كل شر. اوه ارعب، وهلا والله سباعي، جلد ما فيه الا ما نرحم. شو السكور؟ شو السكور؟ شو ارحب يا قطر، وهلا والله قطر، هلا والله شوميله شوميله، راعي الهدب شوميله. اوف كم سكور في كلب؟ كم كلب؟ وشو؟ وشو ايش قلتي ايش قلتي ايش قلتي ايش قلتي؟ ها؟ طيب شوفوا مئة واثنين كفو، كان مئة ألف صار مئة واثنين. جايز هذا ولا شيء، سكورة ما يخوفنا وعادي نكون طيبة. صار مئة واربعة، أنا أريد نص مليون.
انت عاد سايده انت. نص مليون ليه؟ نص مليون انا عاد في التحديات الرسميه نجيب مليون، مليون و500 تحديات رسميه. انا اريد مليون، انا ما اشوف هذا سكور. شفتوا تمردت مع معاد 100,000 ما عاد تشوفها شيء. ناس ناس شباب لا تجحفل، شباب لا اقسم بالله شوف اذا جحفلت ترى بزعل. امزح انا ما بزعل بس يعني لا تجحفل. ايه العنم مضيقه. ها ها جت 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 يعني العنم السماد يا شيخ. لا وهلا والله، هلا والله. هذا دقيقة دقيقة منو هذا؟ شكرا ناصر ساري. وهلا والله القمي السبيعي لبوله قلبك ناصر ساري قطر قطر الثاني السبيعي بالدبي الجوري الخبز اللبناني متجر السلطانة سعدون جيش بكبسين بعد كلكم. ثانك يو سو ماتش اي لاف يو والله شباب. طيب اوكي اوكي ما عندي مشكله بس بنلعب الفاصله مع ميثا ثم بروح. طيب خلوها تطلبني هي لاني انا بالتوب، هي مي بالتوب. وين ادورها يا شباب؟ سلامات ندورها في التوب. انا قولوا لها هي ناصر توب 10 تطلبني وخلاص الفاصله. بس دقيقة خليه يضيفوني الداعمين. بالله ضيفوا الداعمين واللي ما ضافني يضيفني. وترى الانستغرام ماذا ما دريتي روسي هكر انستغرامي توني داخل 100,000 مستانس. جاء روسي خذاه مني وراح. انا عندي 15,000 في الانستغرام ولا يهمني. ورحت سويت انستغرام جديد تستاهل. تخيلي نزلته بالستوري عندي في سناب تضيفوني رقدت 7 ساعات قمت. تخيلي ما ضافني الا 70,000. 70,000 حلو. لا مو بحلو. وش تبغى؟ 100,000 في يوم. اوكي ادخل كذا الفاصلة. شيروا البث بليز جايز. سلطان بروحه حرام. سلطان كبسو بروحه كبسو. انا ما عندي بروح ان كلنا يد وحده داعميني مكبسيني وانا كلنا في يد وحده كذا. اي واحد يعتذر طريقنا نغفصه. ما عندنا مزح ما لعب ورعام. ما عندنا عندها كبرياء. ما انا انا بعد عندي كبرياء. لا شوف شو اسمع اسمعوا شباب كبسوا كلكم على جبهتها. اسمعوا كبسو 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 شباب. انا توب 10 انا توب 9 سهل مره كذا تضغط على التوب تلقاني على طول. انا اروح ادورها هي بادره ورسله اسد. اي ترى رجعته رجعته قبل لا افتح. لا تجعدوني. مبروك على 3 مليون. الله يبارك فيك. اخر من بارك لي انت. اول اثنين توقعت انهم بيباركوا لي هم اخر ناس باركوا لي. كش عليك انت وسويدين. عيد وش قلت؟ ولا شيء. عيد شو قلت؟ ماني بقايل. زعلت. ليه؟ ليش ما تقول؟ اوكي خلاص اوكي اوكي تنتهي الجولة نجلد ميثا ثم نعاد نروح. متراسلين انت؟ ولا حد. لا ولا لا مو بنا حسبنا انا. جايز كبسو بليز. من مدام
اسفين. هاي ترى انت وش انت سولفي قولي شيء خلاص. انا هذا اخر قصه ادخلها مع ميثا، علمتكم انا الحين. ليش لو دخلت معها نفست رفعت خشمها لا اكسر لها. يا مجنون انت سالتني سؤال قلت لي تراسلين منو، انا سويت لك حركه. انت اغبى ما خلق ربي، العالم كله فهمه الا انت. من تراسلين منو؟ ولد ولا بنت؟ اسود ولا ابيض؟ سانجو. لا 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 ما يبتسامي. صح انا ما اعرف اصلا كاتبين بالكوم. طيب اسمعي، هو ما نام للحين؟ قايل لي بنام قبل ساعتين. ما ادري. وبعدين على فكرة ايش دخلني انا؟ ايش في؟ شلون ايش دخلك؟ هو مراسلك؟ صاحي يعني؟ اعترفي. لا 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 ما ادري ما اعرف منو. وش مصرفني هو ولا؟ صرفني؟ لا امزح امزح، ما كلمته والله. والله ما كلمته والله. شباب الفاصلة ترى باقي دقيقة. وش هذي؟ جايز الفاصلة. جايز الفاصلة بليز الفاصلة جايز جايز. أنا والله إني خايف منك. أول ما دخل أشوف خالد كويتي ذا أشوفه فوق. لا خالد ها؟ مو بعندي. ايه شوف اسمه هو في البرنامج هذا الحالة يخوفك انه هو انه هو صاحي هنا الحالة تخاف، مع انه هو والله ظليم تشينا ترى يدعمني حليلة والله صدق. ايه والله ترى شوف شوف هو دعمني مليون تقريبا يمكن مليون ونزل ضدي 36 مليون عادي يعني امور طيبة. شباب انتبهوا الفاصلة ترى شباب الفاصلة هذه جايز اخ لا اوفر ماني ترى ماني بحاكم عليك اذا بس ماني بحاكم. خالد من هذا؟ خالد هو نفسه. ويلكم يوتيوب. يوتيوب محاولة اغراء. منور منور ام يا ابن الحرام ما ابيك تدعمني بس لا تدعم ضدي. هلو مش خالد كويتي؟ ها ثاني قطر. ايه ثانك يو سو ماتش خالد والله شكرا. الحكم الاول تجيب بصل تحطه عند عيونه. يا الله يا رب. شوفي تدرين كاس العالم اللي في قطر هذا اللي شهره 11 صدقين ان الصحف الاجنبيه كلهم قايلين انه بيكون افضل كاس عالم في التاريخ؟ تدرين ان ملاعبهم هي افضل ملاعب صممت لكاس عالم في التاريخ؟ انت تدرين ان جناحهم الايسر ذا ابو كشه عرفتي؟ أكرم عفيف إن أفضل جناح آسيا. أنا راح أكون هناك. المعز علي عرفتي؟ ما أعرفه. أنا بروح هناك. أبو كراعين مهاجم هذا بيحب الفولندا في كأس العالم. وش حكمك؟ العالم الحكم الأول والله ما ينفع مع ذا رأسه. الحكم الثاني تغسل شماغك. الحكم الثالث
اعطينا احكام سهله بالله بالله طلبه ميثاق. خلاص روح ارسم بالاسود. ارسم وش؟ شنب. شنب لا لحيه هني. لا ايش رايك تعطيني حكم وانا جالس يعني ذي المره ذي المره ذي المره. خالد خلاص اكتب في البايو خالد قطر. خالد وعلامة قطر لمدة 3 أيام. وشو؟ خالد ايوه قطر. ايوه يعني اكتب خالد وعلم قطر. شكرا يا حصة. طيب ابشري. لمدة 3 أيام ودز امها. تعالي تعالي اصبر تعالي. تعالي غيري الحكم، اعطيني اي حكم ثاني ما عندي مشكلة. مو قصة استنقاص في خالد والله، بس اني انا كاتب في البايو قايد وشعب هامة هامة طويق. ما ابي اغيرها، تذكرت. اعطيني حكم خلاص. ثاني. يا نونو ابني يا ولدي يبا روح نفذ الحكم. جيب سطل في ماي متروس غرغر 5 مرات داخل السطل. حكم طيب. الثاني روح جيب طهني. طيب بدا دقيقتين. حكم هلو. الثالث تروح تغسل شماغ. يلا شكرا. طيب انت الاول هو غسل الشماغ، تروحين تعطيني الحكم الثالث غسل الشماغ بعد تسوقين امه انت. اعطيني الحكم الثالث. يا كركم حط وجهك. ما عندنا كركم. صدق صدق اتكلم ترى مو قصه اني احقط وكذا. صدق صدق ما عندنا كركم. بصل فيه. اقص السماعه. انت يا سبيكه يعطيك احكام سويدين. والله انك سبيكه يمشيس. هذه احكامه انا اعرفه احكامه ذي. احلفي احلفي انه مو هو. احلفي احلفي احلفي. طيب احلفي 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 انها مي بحكامه. لا قولي والله انها مي بحكامه. قولي والله اني كنت حاس.